نتابع معكم مشاهدينا بلقائنا التالي. رح نستقبل معنا الأركيتكت أندري فيردورو والسبليمينال بينتر حتى نحكي عن الانتيرير ديزاين ونحكي أكثر كمان عن الفن التشكيلي. أهلا وسهلا فيك، كيف صحتك؟ لما بدنا نحكي عن ديزاين بحد ذاته وعن الرسم بحد ذاته، وحضرتك يعني بتهتم بكل الاختصاصات اللي هي الداخلية الخارجية والرسم، قدي لازم يكون أنا إذا ما بعرف مني ومزوقة خليني أقول اتوجه لأركيتكت وسلمه كل شيء، وقدي هالبيت ببطل يشبهني، وقدي حضرتك يعني اختصاصي لازم يكون بيشبهني أكيد مع هيك التاتش اللي رح تعطيها، لأنه اختياري لإلك رح يكون لأن بحب يور تاتش. ايه عم تتطرق أكيد أنت لشغلة كتير مهمة. الديزاينر أكيد عنده أسلوبه وعنده طريقته بالشغل، بس أهم شيء يقدر يعمل عمل بيشبه الزبون تبعه. نعم. هيدي أهم نقطة، وهيدي بحاجة لشوية بسيكولوجي، يعني الفنان يكون كمان حساس يفهم زبونه ويعرف شو بحب وكيف بده بالنتيجة أهم شيء يحقق له أحلامه، يعمل له شيء حلو تحقق له أحلامه. قد ايه بهيدي الفترة يعني صرنا نحن هلا بفترة صعبة، بعتقد ما بعرف قد ايه الواحد قادر يكفي، يعني يمكن كمان مزبوط. حضرتكم عندكم ماتيريال كثير غالي صار عليكم حتى للرسم وللبينتينجز، فبهيدي الفترة قد ايه الواحد صار انه ما بعرف عشوائيا هيك على النظر او على الشوفة، بروح انا على جاليري بشوف شيء كثير حلو بس بشوفه باسباس كثير كبيرة، بجي بدي احطه بهالاسباس الصغيرة بيطلع ابدا، فكيف كمان بدي هون امزج انه فكره انه اكون انا على القليله اخذ السيف سايد وانه اخذ راي مختص وما اكون عم زيدها كمان على حالي. مزبوط مزبوط، اسئلتك كثير ذكيه لانه هيدي مشاكل كثير عم بيتطرقوا للعالم، بيشوفوا صور حلوه كثير حلوه بحبوا يطبقوها بالبيت عندهم، بيكتشفوا بالاخر انه ما زبطت. ليش؟ لانه المساحه منها هي ذاتها، وبعدين بصير مشكلة تانية كمان، صورة من هون صورة من هون بيطلع بالآخر إذا بدك باتشورك، يعني إشياء ملزقة على بعضها منها حلوة. لهالسبب أكيد ديزاينر كتير مهم هون بهالمرحلة، لأنه قادر يسيطر أكيد على المساحة، بتكون مدروسة الفرش قد ايه لازم يكون، الديكوراسيون الفوليوم كل هالأمور. وأكيد أنت بس رح تنقي هالديزاينر بده يكون في ريكومنداسيون بالآخر، حدا عم يوصي فيه، حدا شاغل معه، حدا بيعرفه. هذه كمان نقطة كتير مهمة، لأنه في دعاية، بالدعاية بتشوف إشياء حلوة كتير، بس بالآخر هو بالتنفيذ يلي هي بتبين الإشياء المهمة. خلينا نحكي شوي عن التكنيك يلي حضرتك بتخصص فيها. لما نحكي سبليمينال ما بنكون عم نحكي اكيد على شيء كونكريت، واكيد الابستراكت حتى منه هو ذاته ابدا. لما احكي سبليمينال يعني بدي يكون فكره معينه بدك توصلها، وما بعرف انا كيف رح اخذها باي طريقه. هالتكنيك بحد ذاتها كيف بتوصل بالانتيريور ديزاين، وهل انا عندي هل يمكن الثقافه احصل على هيك لوحه بس لان بتشبه يعني يمكن الفوتاي او بتلبق على ما بعرف الطاوله يلي انا حاطتها، كيف هيك بدها تكون فت بالمكان يلي انا اكيد عم بقعد فيه اكثر من هيك؟ اكيد هو التنسيق شغله كثير مهمه، ذوق بالاخر بيقولوا له ذوق، تنسيق الالوان الاحجام هالامور كلها. السبليمينال هو يلي عم نبلش نشوف الصور بهالوقت. ايه هيدي هون انا بدي احكي شوي عن الكلاسيك ريفيزيتان كلاسيك. هيدي لوحه لساندرو بوتيتشيلي 1482 بتحكي عن الربيع، اوكي، بس فيها عبر فيها الغاز. انا عب القيمه الاضافيه انه عم برجع بنتج هالاعمال الفنيه اللي هي عظيمه، بس اكيد باسلوب جديد. هون عم نشوف اذا بدك انتصار الربيع، هذه لوحة بتميز انتصار الربيع. هي اللوحة يلي هي لوحة واحدة جزأتها لثلاث لوحات لأنه فيها ترواتام إذا بديك. هيدي انتصار الربيع بتشوفي في ألوان قوية، في صخب، في دفئ لأنه في أصفر وذهبي. هذا بيمثل الخصوبة والربيع والفرح، وهيدي أول مرحلة إذا بدك بالحب. هيدي تاني مرحلة يلي هي إذا بدك العطاء، العطاء المجاني. هودي التروا جراس كمان كلاسيك،
التايتل اذا بديك لو بيان في فور من الشام. هون هيدي تالت لوحه يلي هن ثلاثتهم بشكل لوحه وحده يلي هو الحب الالهي اذا بديك في مثل الغفران مثلا. هون عم نشوف لامور بسيشي لو بابيون، بسيشي عم تقدم البابيون. هون عم نعمل زوم جوات اللوحه لانه بتشوفي جوات اللوحه رموز. هذا كوبيدون هون مبين يلي هو اله الحب حامل القوس وعم بيرمي. هذا كمان رمز يلي هو الميركور يلي هو الفيمينا نيجاتيف، لانه بكل طاقه في الايجابي والسلبي. هون هذا السوفر يلي هو بوزيتيف اكتيف، والاثنين بيعملوا اذا بديك الاكيليبر بين اثنين بيخلق توازن. دونك جوات اللوحه كمان ما بيكون كتير ظاهر، في رموز وفي احرف وفي رسائل اذا بديك للسكونسيون. فوالا هذا نوتر. دونك اللوحه فيها شيء بيظهر دغري وفيها شيء باطني، لانه السبليمينال هذا البابيون يلي بيرمز للروح، السبليمينال بده يحكي مع الباطني. دونك هيدي اللوحه قصتها بتخلي الشخص يعمل انتراكشن مع اللوحه، يتعرف على قصه جديده. هون هودي معروضين بالصالون يلي هن رح يكونوا موجودين فيه. الستيل هو نيو كلاسيك او جلامور اذا بديك. الالوان كمان ولا هيدي تالت لوحه كمان معروضه بالصالون ذاته. هون هيدي الدايننج روم، اسباس واحد كله مفتوح على بعضه. هلا الموضه على البراس النحاس يعني. هيدي الماستر بيدروم يلي هي سويت بذات الوقت، فيها صالون فيها بودوار ونوم. هون لما بدي ارجع ولا هيدي البيدروم، هيدي الفرد الاوضه. لما بدي ارجع على اللوحات بحد ذاتها مثل ما كنت عم بقول، لازم يكون فهمان اللوحه؟ لا لازم تحكيني اللوحه؟ بدها ثقافه معينه؟ لا لا، هيدي كمان غلطه كبيره انه في عالم بتطلع على اللوحه بتقول انا ما بفهم بالفن وما بعرف قدرها. هذا شيء مش مزبوط. اللوحه بدها تكون بحد ذاتها حلوه عم تجذبك، مش ضروري تفهمي بالفن. مثل المرأة الحلوة كمان، مش ضروري تكوني درستي انت لتعرفي انه هذه المرأة حلوة ولا لا، اذا جذبتك ولا لا. دونك بالفن لازم اللوحة تكون بحد ذاتها حلوة وعم تجذبك وعم تحكيكي. واكيد كل شخص بيبقى عنده ميول معين واحساس معين، وبدك تجربي تفهمي هالشيء وتعرفي تقدمي له اللي بحبه. كأركيتكت وبينتر بنفس الوقت، كيف على أي أساس بتنسق اللوحات على المنطقة اللي بدك تحط فيها هيدي اللوحة حسب شو؟ هو عمل متكامل. نعم. بده يكون عمل متكامل. أنا حتى يعني باخذ عمل متكامل من الهندسة الخارجية للهندسة الداخلية للبينتينج والأكسسوار كل شيء. هذا بيعطي تميز للعمل، بيكون في يعني هارموني، فرق ما تكون الاشياء مش منسقه مع بعضها. قد ايه بتلاقي في عنا مستقبل للفن؟ وهلا خاصه قد ايه بعد في ناس عم تتذوق هالفنون؟ قد ايه بعدكم قادرين كبينترز كمان تكونوا عم تعملوا معارض؟ او قد ايه لكم نفس، او قد ايه، او شو طريقتكم بالرسم يعني كهيك اذا بدنا نحكي نفسيا؟ شو كيف هلا؟ اكيد يعني في صعوبات كثير، بس بالعكس الفنان هذه رسالته الايجابيه. حتى انا بس كون عم بحكي عن بانتور سبليمينال هي لانه اللوحه بتحمل طاقه ايجابيه. وبالعكس لا، هو بالايام الصعبه الانسان بده يبين الايجابيه، مش بالايام السهله يعني. لا اكيد في مجال انسان ينتج ويعمل ويعمل اشياء حلوه. اكيد في عندنا شويه صعوبات مثلا بالمعارض لانه العالم بتخاف تختلط بالكوفيد، بس في كثير طرق يعني ثانيه الانسان بيقدر يلاقي حلول لكل شيء.
ميرسي لك ويعطيك ألف عافية. في شيء هيك جديد عم بتحضر له هلأ حابب تقلنا عنه؟ ايه أكيد في عندي عمل جديد عم بحضر له، وقريبا رح نعمل يمكن فيرتويل إذا بدك، معرض فيرتويل. هيدي من الحلول اللي كنا عم نفكر فيها حتى العالم ضل تقدر تتذوق الفن وبطريقة سهلة. نحن عم نشكرك لحضورك معنا، وأكيد إن شاء الله هالأنواع من الفنون تضل دايما هي يعني الواجهة لبلدنا الحلو، وأنتو واجهتنا، أنه بالنهاية من هون نحن بنعرف ثقافة البلد، وأكيد إذا منضل نشوف هالجمال كله بتكون نقطة أساسية حتى نقدر نقول أنه بلدنا قادر يعطي كتير. ميرسي لك. مشاهدينا منتابع معكم، بعد شوي رح اطلع عليكم سحر مع الشيف عماد عراوي حتى يعطيكم بعض الروسيتات يلي بتهمكم، بتكون سهلة وأكيد بتستفيدوا منها، ومنرجع بعدها مع العوافي مع خبير الزراعي مروان حيدر، وأنا أكيد بقول باي باي وبرجع بشوفكم جمعة الشي. باي باي.